وبعدين مع هالقصه يا امين، وبعدين يعني لايمت بدك تضل عم تصرف على ابوك ومرته؟ لايمت؟ راتبك على قده ويا دوب عم بكفينا. انا عم اختصر 100 شغله وشغله كل يوم لحتى لحق اغراض النا ولابوك ومرته، وبعدين مع هالحاله. خليتيني اعرف تسمع فنجان القهوه. كم مره قلت لك هدول اهلي، هدول عزي وسندي. لك خالتي فوزيه كانت تقيم اللقمه بتتم رطامينا اياها. ابي كان ينحط بالصخر ليكبرنا، بدي ضل اخدمهم وجيب لهم اغراض وما دخلك. انت عليك تنفذي وبس. ولعلمك انا ماني مقصر عليك بشي، بخاطرك ينزع صباحك. عمي ابو امين، الله يسعد لي صباحك ومساك. شلونك؟ اهلين اهلين سيد حمدي، اهلين. كيف صحتك؟ طمني عنك. والله من الله مني. يعني والله ماني عارف شو بدي اقول لك، يعني والله خجلان منك قسما بالله. لا 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 تخجل ولا تردد، مشان المصاري مو هيك؟ اي والله مشان المصاري، قسما بالله يا عمي ابو امين، لو ماني مضطر عليهم ومزنوق والله ما بقول لك عليهم. معك حق، معك حق يا حمدي، هذا حقك. بعدين الدين صار له سنه، بس بدي اطلب منك طلب، اصبر علي يوم يومين وان شاء الله برد لك اياه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسلموا دياتك، نحن عم نعذبك، يا عيب الشوم منك. الله يسلمك عمو ويخليك، عذابك راحة. المهم يكون ناقصكم شيء. لا إن شاء الله بوجودك بوجود أمين ما بينقصنا شيء، الله يحمي لك أمين ويحمي أمين إلك يا رب. الله يسلمك، عن إذنك عمو أنا بدي أمشي. الله معك، بس لا تآخذينا، شو بدنا نعمل؟ كبرنا وعجزنا وبده مين يجيب لنا أغراض؟ على أمين وينه؟ والله اشتقت له. قولي له لأمين، قولي له أبوك اشتاق له، خليه مر لعندي. أمين الله يكون بعونه لأمين عمي، عم يشتغل ليل نهار لحتى يأمن المصاريف اللي عليه. إذا كان أهل بيته ما عم يفضى يشوفهم، بده يجي يفضى ويشوفك. إلك عمي إسلامت معرفتك عمي، اللي بده يبحتر مصرياته هون وهون بده يشتغل كتير حتى يأمنهم. المصاري ما بتجي من الطرقات ومن الشوارع ومن الشجر. عن إذنك عمي بدي أمشي. إيه يا زمان، بديجك قادر وغدار. لك أنا أبو أمين اللي كنت أضرب الأرض وأنا عم بمشي وهز جبال بقوتي وزندي، صرت عم بستنى عطف مرت ابني وشفقتها عليني. لك صرت عم بضطر سايرة حتى ما تقطع مساعدتها عني. يا حسرتي يا حسرتي. اسمعيني يا بنت الناس، أبي وخالتي خط أحمر. عشت أنا وأختي من دون أم، بس أبي عوضنا عن كل شيء، حتى الحنان، حتى لما قرر يتجوز، تجوز خالتي فوزية، وما كانت تعاملنا إلا أم وطيبة وحنونة. مو هلأ وقت مرضوا بدي أتركهم. هذا أبي لحم كتافي من خيره، شو ما عملت ما برد له جمايله. بدك تضلي تخدميه وتساعديه. يا بنت الناس صدقيني، والله الله يرزقنا أضعاف وضعف، يضلوا بيدعونا. يعني حتى لو أخذت رح يكون من العبلة الجيبة، ما في شيء مو قلنا، كله من فضلنا. نحن ما لنا فضل على حدا، عم اقول لك هذا أبي، أبي إذا بيضل آخر نفس بعمري بدي ضل ساعده. ولك لعمى ما بدك تفهمي، يا أما بتتعودي وبتسكتي يا رح يكون لي تصرف ثاني معك. دايمة على الغداء. شبك أبو أمين؟ حاسستك مو على بعضك، في شي زعجك؟ إيه والله في شي زعجني إنه حاسس حالي عاجز وبحاجة لشفقة من مرت ابني يلي عم تحسسني بإنه مو طايقتني، مو حابة تشوفنا، مو حابة تسمع باسمنا. مو بس هيك، عم تحسسني إنه أنا وياكي عايشين عالي عليها. معك حق، والله معك حق. هي رندا مدري شو قصتها، بتحسها على طول حدا من غاز ومكيوت. تصرفاتها كلياتها مو طبيعية. لك حتى لما بدها تفتح سيرة كلها منية وكلها مادة. ما بعرف ليش هيك عم تعمل معنا. والله نحن تعبنا على تربية أولادنا وربيناهم وتعذبنا فيهم. لك ربيناهم بدموع عيوننا،
بحياتنا لا هدينا ولد ولا حسسنا انه نحن مفضلين عليه. بس هي مدري شو قصتها، ما لها طبيعية بنوم، بتحسها ما بتحب حدا، مع انه والله ما شافت مننا شيء، ما شافت غير الحنية والمحبة. ليش هيك عم تعمل معنا؟ ليش؟ ما بقدر اقول الا الله يهديها ويصلحها. على كل حال احنا عملنا اللي عليها تجاه وضميرنا مرتاح الحمد لله. تقبرني انت، لا تزعل لا تهكي الهم، طالما ابنك عم يسمع كلمتك وماله رادد عليها خلص الله يرضى عليه. بعدين هي الا ما هيك رب العالمين يهديها وتتغير. لا حول ولا قوه الا بالله. على كل حال هلا انت ارتاحي وما بدي شيء يزعجك لانه ما بيواتيكي هالتفكير. قومي نامي، قومي ريحي حالك الله يرضى عليك. ايوه ما بدي ارتاح لي شوي. قومي. الله يعينك. يا اهلا بالسيد حمدي، بصراحه استغربت جيدة، ما هي بالعاده بتجي بدون موعد. لا ما في شيء، ما في شيء كثير ضروري يعني، بس خير حمدي؟ صاير معك شيء؟ طلع فيني، حاسس بعيونك في حكي. والله خجلان منك قسما بالله العظيم اخي. القصه ما فيها بالزمانات الوالد وقت تقاعد اجى لعندي وطلب مني شويه مصاري وانا اعطيته اياهم، حكيته مره ومرتين وثلاثه وكانه ما معه، فانا انزنقت واضطريت على شويه مصاري وحكيت معه وما لباني، قلت لحالي مالي غيرك وقسما بالله لو ماني مزنوق ما بيجي بطلبك فيهم. لا لا شو هالحكي، هذا حقك، بس بصراحه يعني انا ابدا مو دريان بالموضوع، والله يصلحوا ابي يعني ما خبرني، بس ولا يهمك محلوله، ثواني وراجع لك. خذ راحتك. أهلا مدام. أهلا، كيفك؟ الله يسلمك، شكرا كثير، شكرا كثير، عزمناكي. سلمك، شكرا شكرا. يا أهلا بالسيد حمدي. أهلا وسهلين، تفضل. هي جزء من المبلغ، ان شاء الله كم يوم كمل لك الباقي. تسلموا دياتك، برجع بكرر اسفي، انا لو ما مضطر ومحتاج والله العظيم ما بجي لعندك بقول لك على هذا الموضوع. ولا يهمك، بس صدقا انا ما عندي اي موضوع، ان شاء الله كم يوم بكون محل. خلي لي اياك، اسمح لي هلا. وين كمل قهوتك؟ شربتها، شكرا كثير. شكرا شكرا. شرفتنا سيد حمدي. خلي لي اياك، شكرا كثير. لا تؤاخذني. شو سيد امين، ما تركت معنا شيء؟ شو هاد يلي صار هلا؟ عم بحكي معك طلع فيني، شلون هيك بتعطي المصاري يلي صرنا سنه كامله قاعدين عم نجمع فيهم قرش فوق القرش لحتى نظبط بيتنا ونغير عفشه؟ شلون هيك؟ معقول هيك بكل بروره اعصاب تعطي اياهم؟ شبك؟ هذا المعقول وهذا ابي، مستحيل خلي حدا يطالبه بليره طول مالي عايش. لك اي حاج بقى، حاج بقى يا امين، قرفتني عيشتي، كرهتني حياتي، خلص بقى. لسه ابي، لسه خالتي، جيبي لهم اغراض، جيبي لهم ادويه، شوفي شو ناقصهم. خلص بقى يا امين، خلص، خليهم ينزلوا بقى عن كتافنا، بدنا نعرف نعيش هاليومين مثل العالم والخلق. شبك؟ روح شوف رفقاتك شو اهلهم عم بيورثوهم، شوف كيف عايشين. حاج مثاليات بقى، ابوك وخالتك عم بمصوا دمنا مصر. ولك اخرسي بقى، اخرسي. ولك كرامه ابي بتسوى كل هذا العفش اللي عم تحكي عنه، ورفقاتك وكل العالم. ولك هذا ابي، لك انا ماشي بدعواته، لك كل هذا الرزق من افا دعواته. تركي خالتي وابي بقى، تركيهم بحالهم، حاج لامه حقد. اذا هيك الكلام اسمعني منيح يا امين، يا بتختار تعيش معي الي ولحالي برزقك واهتمامك، يا اما بتختار تعيش عند ابوك وانت حر. طبعا لا اختار ابي، لانه الابن ماله لابوه، لابوه يا رندا. ما عاش اللي نزل لك راسك. شبك عمي ابا مين؟ اهدى. والله مالي عين اطلع فيك او اعتذر منك، انت وقفت معي بزنقتي وهلا ما بعرف بدي اعتذر منك، ما عم بعرف شلون بدي اعتذر منك.
والله ما قدرت أأمن لك لا المبلغ ولا ربع المبلغ، وأنا آسف، آسف منك، آسف. الله يخليك سامحني. صلي على النبي، صلي على النبي، خلاص ما تاكل هم، الموضوع انحل، مشي الحال يعني. انحل؟ وشلون الحل؟ وشلون مشي الحال؟ انحل؟ ابنك الله يحمي لك يا دفع لي نص المبلغ ووعدني انه يعطيني النص الثاني بعدين، ولا مشيت اموري انا؟ ابني دفع لك نص المبلغ؟ الله يرضى عليك، الله يرضى على اسمك. لك انا ما بعرف، انا ما بعرف شو كنت بدي اعمل لولا ابني، لانه هالدنيا قاسيه ما بترحم، لا بترحم المريض ولا بترحم الفقير. الله يرضى عليك يا ابني، الله يرضى عليك ويكللك بالرضا يا رب. عمي ابو امين، نحن بنخلف اولاد مشان يشيلوا عنا، يحمونا، يقوونا بضعفنا، نحن بنكبرهم مشان هيك. الله يرضى عليكم، قلبي وربي يرضى عليك يا ابي. امين. قلبي وربي يرضى عليك. لا تأخذني يا أبي، أنا حملتك فوق طاقة، وبعرف إنه تقلت عليك، وبعرف كمان إنه عم تتعب وتشقى طوال الليل طوال النهار مشان تصرف علي وعلى بيتي، وبعرف إنه لازم أكون معك للأخير، بس ما قدرت. دخيلك يا أبي، دخيلك سامحني. لك أبي أنت شو عم تحكي؟ لك أنت سندي وعزي وقدوتي، لك صدر البيت إلك والعتبة إلي، أنا ما بدي غريضات يا أبي. لك الله يرضى عليك، لك قلبي وربي يرضى عليك. تمسك الطراب يقلب بيدك ذهب بدون تعب، الله يبعث لك رزقه من غامض علمه. لك بكره بكره بتشوف بدون ابيات، بكره تشوف تمسك الطراب يقلب ذهب يا عمي. الله يبعث لك. شايف هي الدعاوي؟ عندي اياها بكل الدنيا، عندي اياها بمية رزقك، الله يخلي لي اياها. الله يرضى عليك يا عمي، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. اهلين حسامه بالبيت والله. جد عم تحكي؟ لك روح الله يبشرك بالخير. يلا جاي لك فورا، لك دخيل ربك، الله معك. طمني يا ابني، مع مين كنت عم تحكي؟ شفت دعواتك حجي؟ هذا رفيق حسام وجايب لي رزقه، الله يخلي لي اياك. لك شو قلت لك يا ابني؟ شو قلت لك؟ بدك شيء انا رايح اشوفه. لا الله معك، وانا كمان بدي اروح. بتعرف خالتك بتكون عم تستناني، بتعرف حالة خالتك انت، يلا. معناتها حوصلك بطريقي، بس خلص بجيبك شيء. يلا. يلا. رندا، يا رندا، يا رنو. خير؟ شو في؟ ليك مشارع ومبسوط؟ طاير عقلي من الفرح. اليوم دق لي رفيق حسام، جاب لي شغل بيطير العقل، مدير التنفيذي لشركة خان، وبراتب 10 أضعاف عن راتبي. شفتي دعاوي أبي لك دخيل ربه؟ شفتك ما تفرحي؟ شفتي؟ حسيتي بكلامي؟ كنت قلك وانه اللي اعطيته لابي اجوني اضعاف مضاعفه، والاب سند ودعواته ترزق مية ضعف. ايه امين فهمت، والله فهمت. ما بعرف ليش هيك شيطان طول الوقت كان عم يوسوس لي حتى يخليك تبعد عن اهلك وما تساعدهم. ما بعرف ليش هيك كنت عم بتصرف، يمكن غيرانه، يمكن خايفة حدا يشاركني فيك، والله ما بعرف ليش هيك كنت عم حس. بس هلا أنا متأكدة إنه أنت الشيء اللي وصلت له هلا هو كله من وراء رضا أبوك ومساعدتك له. والله يعطيك على عوانيتك يا حبيبي. وأنا مسامحك لأنه بعرفك قلبك طيب ومتحلوش.